السلام عليكم، بعد الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتي الجوريان كويزين. اليوم ان شاء الله نقدم معكم طريقتي في تحضير السيجار باللوز مع السلين. اول حاجة ندير اللوز. بالنسبة للمقادير تاع اللوز انت وما حبيتين كي ميزان كنتي وحساب افراد لعائلتك. انا درت 3 كيسان صغار، درت مغرفة ولا زوج تاع السكر عادي، درت مغرفة ماشي معمرة تاع القرفة. بالنسبة للقرفة ما تكتروش بزاف باش ما تجيكمش العجينة بزاف كحلة بزاف. هنا زدت درت ابخيكو، معجون تاع المشمش. وهنا زدت درت مغرفة تاع الزبدة وطميت عجينة اللوز، طميتها بالمزهر وندخل كامل المقادير مع بعضهم. بالنسبه لعجينه اللوز ما نديرهاش بزاف جاريه، ما نديرهاش هي ما تجينيش ناشفه بزاف، هارد تكون مليحه تكون شويه طريه. بعد القوام ومن بعد ناخذ العجينه نديرها في كاس بلاستيكي ونخليها ترتاح مده 5 دقائق 10 دقائق، شيء نورمال 5 دقائق ماكسيمو. ومن بعد ندير ناخذ هذا السبرينغ رول ديال العدومه وناخذ عجينه تاع اللوز ونديرهم على شكل حربوش طويل. انا تقطع لي ماشي مشكل نورمال. فاسو الطريقه راهي معروفه وراهي باينه واضحه قدامكم، اتس فيري ايزي ماشي حاجه صعيبه. انا باش نغلق عليهم درت شويه ماء وشويه فرينه باش كي نقلي لهم ما يتفتحوليش في المقله، ونستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كامل العجينه تاع اللوز اللي درت. نتمنىكم ان شاء الله تجربوهم في هذا رمضان، ساهلين وبنان. وهنا قليتهم في الزيت حتى يحمروا ليبيا ما ياخذوا اللون الذهبي. بالنسبه للتقديم انا كي قدمتهم قطعتهم على الوسط ما خليتهمش هكاك طوال، وزينتهم مع الجناب بالجلجلانيه ودرت لهم العسل. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم ويكون خفيف ظريف عليكم، وان شاء الله يلقاكم بالصحه والهنا ان شاء الله. نخليكم على خير، باي باي، بسلامة.